السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، كما أرحب أيضا في بداية هذه الحلقة وبداية هذا الأسبوع بفضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف، منورنا دائما وأبدا يا مولانا. يا مرحبا صحيح، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، خلونا في بداية هذه الحلقة نذكر حضراتكم بأن أرقام الهواتف هتنزل حالا أمام حضراتكم على الشاشة، تقدروا تكلمونا من خلال الأرقام اللي هتظهر أمام حضراتكم وتقولوا أسئلتكم على الهواء مباشرة، وكمان تقدروا تتابعونا من خلال البث المباشر لبرنامج يستفتونك على صفحة الشيخ عصام وعلى صفحتي الشخصية وكمان على صفحة قناة مكملين الصفحة الرسمية، وتكتبوا أسئلتكم على البث المباشر على بركة الله مولانا. ولكن قبل أن نبدأ في الأسئلة، كانت بتراودني فكرة كده أو موضوع وأنا داخل قبل الهواء شيخ عصام، اللي هو فطور أهل الحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجي كده في وقت من الأوقات، أنا ما أعرفش ده تفسيره إيه، ولكن أهل الحق يدعون ويصلون ويبتهلون، ولكن في الأخير مش بصين لبعض أو مش بصين في أحوال بعض، فنلاقي ما فيش نصر، ما فيش انتصار، ما فيش تقدم في أي خطوة من الخطوات، وأهل الظالم وأهل الظلم يتقدمون. هل لذلك تفسير في الشرع يا شيخ عصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا، وطبعا السؤال هو مش أهل الحق، إنما بعض أهل الحق. نعم، لأنهم لو كانوا على الحق ما وقعوا في هذه الأخطاء، إلا أن يقع ويستدرك، إنما اللي يصر على الغشاوة والعمى وعدم البصيرة والإصرار على الخطأ خلاص ما بقاش أهل حق. يبقى معناه حتى إن كان يظن أنه أهل حق، ده الخطر. تمام، على خطأ وانت ظنك صح، ده مصيبة. ده بقى الجاهل والذي لا يدري أنه جاهل. نعم، ده محتاج، ده موال ده. أيوة. أما الأصل أهل الحق فإنهم دائما يتحرون الوصول، ويتحرون نقد الذات، ويتحرون تصويب الخطأ. فده بداية يعني. نعم. أما لماذا إني أهل الباطل يعني ينتصرون في حالات ونحن لا ننتصر؟ لا، هي القصة مش كده. القصة إن في أسباب وسنن وضعها الله عز وجل في هذا الكون. نعم. والله لا يحابي أحدا سبحانه وتعالى، ونواميس الكون لا تحابي أحدا. الله، السنن دي لا تحابي أحدا. نعم. واحد حط رقبته على شريط القطر. ايوه، وقطر الاكس هيعد. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيتقطع رقبته. طيب ده راجل كان بيقيم الليل، ده بيصلي، ده حافظ القران، ده عامل ده. لو ده كله كان بيعمله صح، كان فهمه ان القطر ده لما يعدي مش يقين لازم يموت. صحيح، او ان هو مش هينفع ينتحر اصلا. ده من البدايه. أيوه. نتكلم في السنن الكونيه نفسها. تمام، واحد ما بيعرفش يعوم نزل في بحر في الغويط. ايوه، نسبة احتماله كام في المية؟ صفر. طبعا صفر، الاصل انها صفر، وعدالة القدر هتبقى صفر. صحيح، كون بقى حد يحذف لك طوق، انما انت مش هتعرف تعوم. تمام، هو بيعرفش عوم خالص، ان العوم لفن. صحيح. طيب، وفي الغريق بقى بيقول لك يغرق في شبر مية. ايوه، ما بالك في الغريق نفسه. فدي سنن في الكون ربنا وضعها. الدليل على كده ايه؟ ايوه، في غزوة بدر الصحابة أخذوا بالأسباب، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني قائد أهل الحق. طبعا نظم الصفوف، عمل الشورى، استعانوا بالله، أعد لكل شيء عدته، ثم دعا الله عز وجل، أخذ بالقوة الروحية والمادية. نعم. طيب، وبعدين انتصر غزوة أحد. أي هم نفس الصحابة اللي انتصروا ببدر. نعم، ومعاهم هو نفسه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، والقرآن موجود، والصلاة، وخب الشورى، وعمل. إنما مجموعة منهم، أيوة، خلفت الإيه؟ مجموعة مؤثرة. أيوة، اللي هي رأس الجبل من فوق. وكان هناك تحذير أصلاً ألا يتحرك بالنص. تعجل. أيوة. طيب، ما هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، الصحابة. أيوة. وما الصحابة، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. نعم، الحمزه كان هنا والحمزه كان هنا، واستشهد. أيوة. في دي. طيب، ايه الفرق؟ ايوه، انك ما اخذتش بسنن واسباب النصر. نعم، النصر له اسباب. ايوه، ولا واحد ما ذاكرش ولا ركز في الدروس اخر السنه هينجح؟ استحاله، الا لو غش بقى ولا حصل حاجه ثانيه. أيوة. في النهايه يبقى اسمه ما نجحش بقى. لكن الاسباب الطبيعيه بالعمل ده مش هينجح، اسمه غشاش. تمام، واذا عدى سنه مش هيعدي اللي بعده. اكيد، واذا خلص مش عارف يشتغل. صحيح، وإذا اشتغل هيبوظ، لأنه مش متعلمش. مظبوط، فكل دي تفاصيل مهمة جدا في مسألة الأخذ بالأسباب. طيب،
أهل الباطل كانوا يعملوا إيه؟ أيوة. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم. ويتواصوا. القرآن يقول أتواصوا به. كان كل واحد يوصل ورا منه. أيوة. هل إحنا بنوصي بعض في الحق زي ما أهل الباطل بيوصوا؟ لا. للأسف لا. طيب مرة أنا كتبت مقال بعنوان بعض ما علمنا العصاة. بعضه؟ ما علمنا العصاة. العصاة. نعم. وقلت العصاة تلاحظ فيهم حاجة عجيبة جدا. الجماعة اللي بيحششوا مثلا. خلاص أو بيشيشوا مع بعض. أي ما كانت الشيعة زمان يعني عدوها على بعض. يقعد كل واحد بياخد بقى أنا آسف مع إنه على قد ما ياخد من أنفاس. اللاعب بعد منه اللي قبله بيعد عليه كم نفس؟ خد نفس زيادة ونفس أقل؟ لا. لا بيخلص ويروح من اللي جنبه. أيوه. بالتقدير. ده هم حتى عندهم مثل دارج بيقول لك الكيف مناولة مش مقاولة. يعني أقصد بالإيه؟ بالتقدير. أيوه. تمام. يعني هو عادي بالثانية يعني بكم نفس؟ لا. أيوه. اتخانقوا أبدا على الجوزة؟ لا. اتخانقوا على حشيش؟ للأسف. طيب ليه؟ ده برضه درس. أيوه. خلاص؟ يعني هم ما اتخانقوش. جايز يتخانقوا على غنيمه بعد الخناقه يقول لك مش هم شو بيسرقوا هم بايه؟ بيتخانقوا بيتقاسموا. طيب الشاهد ان انا اقصد هنا القصه ان قصه ان في نظام بيعمل في الباطل في الحق اللي عنده نظام هو اللي بينجح بيعدي بينجح تمام خلاص كان بقى صح كان غلط المهم ان خبي اسباب النجاح ايوه هيخش النار يخش من الجنه دي قصه ثانيه تمام فالدنيا ربنا جعل لنا فيها اسباب اللي ياخد بيها ينجح. الغرب تقدم علينا. ربنا قال كده وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. نعم. هم كفر. ايوه. ماشي حسابهم من القيامه. ما هو ربنا قال لنا كده ثم الي مرجعكم. يوم القيامه الحكم. في الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عملا. ايه نعم. زي ما انت عايز. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. واما كفورا. نعم. سابه. فالدنيا دار عمل ايوه ودار العمل دي حاطين لها معايير اللي ياخد بيها ينجح نعم ما تجيش تقول لي ده انا المصلي المزكي اللي كذا مش هو ناجح في شغلي ليه؟ لان سعادتك ما بتأديش شغلك بضمير ايوه طيب تلاقي عم المتدين ده اللي فاهم غلط يعني سايب مصالح الناس في دايره حكوميه ويروح قبل الاذان عشان يقعد يستنى الصلاة ويرجع طيب انت مصالح الناس واقفة ايوه تقعد الناس تدعي عليه يقول لك بيدعوا لي عشان بعبد ربنا لا عشان انت بتتهرب من العمل باسم العبادة ايوه العبادة قديها ما حدش منعك نعم بس لو كان ده شغلك وقطاع خاص بتاعك شركتك هتعمل ايه؟ كان هيمنع الصلاة وقت وقت المصلحة الشاهد اذا دي نقطة مهمة ايوه قضية ان احنا يا جماعة في سنن في الكون لا تحابي احدا وغلابة تغلب فمسألة مش مسألة أهل حق وأهل باطل. أيوه. مسألة أنت خدت من أهل الباطل دول أضعف منك. أيوه. السيسي النهارده ساب حد من الوقف معاه اللي منكل بيه؟ لا طبعًا. طيب، إيه اللي مقومه مخليه مستمر؟ ضعفك أنت. ضعفك. لأن عندك ناس حريصة تبقى قيادة من المهدي إلى اللحد. أيوه. عايز يبقى على القبر كده القيادي الراحل. في حزب، في سياسة، في جماعة، في غيره. عندك ناس فيها لخ فيها. إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. إذا قناة ما صادفتوش يلعن اللي فيها واحد واحد. أيوه. إذا استضيف يبقى دي قناة الشرعية، ما استضيفتش يبقى دوائد الشرعية. منصة معينة ومبادرة، إذا لم يدع واسمه أول إيه في الأسماء الأولى يبقى دي مبادرة بنت 60 ويحاجمها. طب دعي يبقى ده ونعمل ولذلك بتلاحظ كل الناس دي معظمها في تناقض في مواقفها. أيوه. قبل يعني انا امبارح والله واحد بيكلمني ليه فلان وبيشتم في فلان وفلان بيهاجم في فلان الناس من اهل الشرعيه فلان بيهاجم في الاعلام الفلاني زميل لنا كبير فهترد تقول له ايه يعني ان اصبحت للاسف باسنا بيننا شد لان اصلا في ناس فينا في وسطنا بقاش مننا اصلا يعني ايوه والله صحيح. انما اعتقدتها ان هي معركة صار زي ما تلاقي حد زي ما تلاقي النهارده تلاقي عماد ابو هاشم مثلا اسف قاعد وبيهاجم وشه في الاخوان هو انت دلوقتي اكتشفت الاخوان انت خمس سنين هي الناس كانت فاكراها فسحه او معركه خفيفه وهترجع الناس بالمغانم أيوه. فاللي كان وكيل نيابه هيبقى مستشار كبير والمستشار الكبير هيبقى رئيس نيابه واللي كان استاذ هيبقى موجه واللي كان كذا هيبقى وزير أيوه. واللي كان شيخ هيبقى شيخ ازهر ها
هنروح نجيب سرعة ونرجع في أكيد رايحين كده سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة زي ما كان بعض القيادة يقول لك جايين ليه يا أخوانا ده هي أسبوعين وهنرجع فأصبح لا القصة مش كده فيقينا أصبح في ناس في وسط كانت فاكراها أو على الأقل هيبقى فيها سبوبة في الإعلام شوية وكذا شوية ولذلك أنت النهاردة ولا قضية دولية نجحالك بل في ناس دمعت على حس المصابين والشهداء أموالا ولم تفعل شيء نعم وفلتت بيها وناس معروفة وبناس ممن تتاجر وتهاجم دون ذكر الأسماء ليه؟ وناس خدت توكيلات من أهالي شهداء وبعد كده نبهوا وسحبوا التوكيلات ناس من اللي بتشتم في قنواتنا واللي بتشتم في الإعلاميين وتعمل إزاي ناس معروفة بالاسم مختلسة ومع ذلك احنا الناس بتسكت فانت عايز يبقى ده كله جواك بوضوح كل هذا الغبش كل هذا الزبد السيل الروائي يعني غثاء السيل ده عايز يبقى جواك وتعدي ازاي انت حتى لو عديت يبقى كارثة اكبر لان طب انتصرت طيب كل واحد بياخد نصيبه فانت عايز الافراد دول ولا الاشخاص دول او حتى كيانات او غيره اللي فيها هذا الدخن طب ممكن وبعدين يبقى الواقعة تبقى اكبر طب ولا قالوا سيد بنا كم منا وليس فينا وكم فينا وليس منا وليس منا من اعظم ما قال الرجل نعم مش كل اللي معايا يبقى مني صحيح مش كل اللي مش معايا يبقى ضدي تمام ممكن مش منا ويخدم اكثر فينا وليس منا نعم في وسطنا خلاص متواكل بقى وانت ابن سلول مش محسوب ايه النبي قال عنه ايه اخشى صلى الله عليه وسلم ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه اعتبروا اصحابه لان ده المعلن قدام الناس لما الحقيقه ايه ايوه هو ما هو بذكر بقى اللي خاط في عرضه بذكر المعلن قدام الناس هو اللي الناس شايفه في احد الناس شايفه ناس صوامين قوامين بيدعوا التدين وبيدعوا الاسلام وبيدعوا انهم اصحاب الحق واصحاب الحقوق والكلام ده كله يدافعون عن المظلومين فلما بيجي الناس تشوف كده وتلاقيهم ما بينتصروش بيحصل خلل تمام هذا الخلل لازم يحصل وهذا هي هذه الاخطاء لابد من حدوثها الاصل ان نتجنبها يعني انا بعض الناس زي ما بنشوف الناس يعني نموذج هتلاقي مثلا ساعات بتلاقي كتير في الاسئله بيجي لك امي وانا ساعدت ابويا في البيت ولا جوزت اخواتي البنات امي دلوقتي عايز الفلوس اخد الفلوس دي ولا لا اخدها ولا لا ايوه صحيح طيب. انت يا ابن الحلال كانت نيتك ايه؟ كنت بتساعد امك تمر. ولا كانت نيتك ان انت يبقى ليك نصيب؟ لا كان نيتك واجب بتقوم بيه بتجهز اختك البنت اللي ابوها ميت. اشمعنى افتكرت النهارده لما امك بقى عندها ورث القرشين دي عايز تاخدها فلوس؟ كتير من الناس كده كان في الاول داخل الموضوع انه يتبرع لله فجاه لقى بعض الناس او بعض الاشخاص ممن لا يستحقون وارد صدر كسب ربح اشمعنى انا؟ فده برضه من العوامل الثانيه طب ايه واجبنا نحو هذه الامور عشان نتجنبها؟ ايوه يا ريت بقى واحد ايوه ان نتكلم بوضوح عن هؤلاء الكائنات نعم او الاشخاص او عن اخطائنا سواء الاخطاء كفكر او الاخطاء كمشاريع او الاخطاء كافراد ان نتكلم بوضوح بوضوح عن اخطائنا يا شيخ اصاب لا مش عن الناس اللي اقصدها ده مرحله ثانيه طب ماشي اول اخطائنا ايوه ماشي اثنين مشاريعنا وايه البدائل؟ ثلاثه ما اللي يمثلني يعني انا في مره والله من ثلاث سنين شايفين الناس النهارده واخطبها وازاي ويتقال علينا في الاعلام دول بتوع الشرعيه اللي بعض الناس بيسموا داعش الشرعيه ولا يسميهم مش عارف ايه شيعه الشرعيه ولا غيرهم. هؤلاء الاشخاص باسمائهم ويشهد على ذلك الاستاذ معتز مطر والاستاذ قطب العربي. ايوه. قلت لهم يا جماعه هي مش مطلوب من غير حاجه واحده بس. هنقول يا اخوانا فلان فلان فلانه فلان ثلاث اربع اسماء خمس اسماء ناس فاضله اشخاص على مرات لكنهم لا يمثلون الا انفسهم. جميل جدا ده كلام محترم. لا هنشتم ولا يقول دول مش مننا ولا يحزنون، خطابهم بيمثلهم. ده كلام محترم ومؤدب جدا. خطابهم يمثلهم وحدهم. بس أيوة. نقطة من أول السطر. وده بيان نكتبه وخلاص. ما تمش الاتفاق. وهنقول الأستاذ الفاضل ده كذا، الأستاذ الفاضلة دي كذا، الأستاذ الفاضل ده كذا، الدكتور الأستاذ الشيخ الفلاني ده فضل فلان الفلاني. أيا كان شيخ، كان ناشط، كان شخص. هم كم اربع خمس اسماء يا عمي خلاص قول الناس دي راس افاضل لكن خطابهم يا اخوانا بيمثل يمثل نفسه خلاص ما بقاش عبء عليا حموله عليا انما بعض الناس عايز يبدا يعيش بمد ايه اللي تكسبه والعبه ما دام ما بيضرنيش انا شخصيا ككيان
ايوه خلاص. طب ما في يوم من الايام هيدور عليك وده اللي حصل. ده اللي احنا بنقوله للناس اللي مع الانقلاب دلوقتي، بنقول لهم اذا كان عبد الفتاح السيسي بيقتل وبيسجن وبيعتقل، القتل والسجن والاعتقال ده هيوصل لك لو طول ما انت ساكت. احنا بنقول للناس كده. نعم. فده اللي بنقوله يا جماعه، ان اول حاجه يبقى واضح للناس، انما طول ما انا قاعد عمال اداري ومن باب اصل مش عايزين نشمة الانقلاب فينا، وانت هتشمته في ايه؟ ما احنا لما لما بنتكلم ما بنترحمش يا شيخ عصام. يبقى خلاص، يعني لما بنيجي نوضح للناس الحقيقه يبقى خلاص ما بنترحمش. هتدفع ضريبه اكبر بتاخر نصرك وتاخر الانتهاء ده. الضريبه اللي بتدفع في قول الحق والتوضيح للناس اقل بكتير قوي من ان يفضل هذه الاشخاص والكيانات مستمره وهي تفسد عليك والغام في حقل عملك. ايوه هو لغم زي بالظبط الغرغرينا صباع. ايوه لازم تقطعه يا هتقطع الرجل، المرض هينتشر في الجسم كله. في الجسم صحيح كله. فالناس يا اخوانا دون اساءه يا عمي، دون خالص زي ما قلت لك كانت الجمله يعني دي. جراحه وليست مسكنات. ما ينفعش. ما ينفعش مسكنات، انتهى زمن المسكن. انما انا النهارده طب انا ساكت، طب وبعدين؟ وبعد عشان ايه؟ خوفا من بعض الالسنه واستطاع. طب خلاص يا اخي، ايه النضال ولا ايه الدعوه ولا ايه الشغل اللي انت ساكت من الاشخاص؟ عشان مخافه بذاءه الالسنه. الضريبه اللي تدفعها من الصمت على هذه البذاءة أضعاف أضعاف اللي أنت كنت ممكن تعمله في اللي. يعني كان ده لو زودتلك من 3 سنين. أيوة. البيان ده طلع أولا هيدي رسالة. أنا واضح في خطي. 2 أي حد عايز يبص براسه يبقى زي الناس دي ويبوظ علينا، لا ده في ناس يعرضها. 3 الناس هتنسلخ عن هؤلاء رويدا وبالذوق والاحترام، واللي عايز يختار يروح معاه الله يوفقه. تمام. خطه ربنا يعينه، إذا وصل قبلنا الله يعينه يا عم، يمكن هو صح وإحنا غلط. اللي عايز يحافظ على حاجة كويسة يشيل البايظ منها يرميه بره عشان نحافظ على بقية الحاجات. ربنا يا رب يرزقنا الفهم ويرزقنا النصر إن شاء الله. طيب يا شيخ عصام نبدأ بقى عشان ما نتأخرش على الناس على البث المباشر. طب ناخد الأول اتصال معانا محمود من الجيزة. برحب بيك يا أستاذ محمود. أنت بتسمعني من التلفزيون ليه يا أستاذ محمود؟ وطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون بسرعة يلا عشان نسمع السؤال. إزيك يا شيخنا؟ يا مرحبا فندم. طيب ماشي. يلا اتفضل يا استاذ محمود. عايز اراجع بس الشيخ عصام في نقطتين. اتفضل. في نقطه الاولانيه في لقاء معاه مع الاخ محمد ناصر. سيدها توفت وابوها وامها عايشين وجوزها عايش وليها بنت. امها وابوها كل واحده بياخد السدس، وبعدين الزوج بياخد الربع والابنه بتاخد النص. ايوه هو كده لما الام والاب والزوج هياخدوا اكتر من النص بالتقسيم الشرعي، فكده الابنه هتاخد اقل من النص. فالشيخ عصام كان قال ان هي هتاخد النص. طيب هو الشيخ عصام سامح حضرتك ثواني خليك معايا يا استاذ محمود. هو استاذ محمود بيتكلم عن مسألة كده. طيب يكمل. طيب بس كمل يا استاذ محمود والشيخ عصام سامعك. اتفضل. طب لا النقطه الاولانيه انت ما ايه الملاحظه اللي عليها؟ ايه الملاحظه كده دلوقتي؟ النقطه الثانيه لا هو بيسمعنا من التلفزيون. لا انت بتسمعنا لسه من التلفزيون. الابنه هتاخد اقل من النص. الابنه كده هتاخد اقل من النص؟ اقل من النص. طيب على حسب حسبتك يعني كده ان هي الابنه هتاخد اقل من النص. طيب. طب ماشي. مش هتاخد النص. النقطة الثانية ايه يا استاذ محمود سريعا؟ النقطة الثانية برضو كان في لقاء مع الشيخ لقاء مع الشيخ عصام في طيب ما شاء الله متابع جيد للشيخ عصام يعني ما شاء الله عليه. تحديد ايجارات المساكن ايام عبد الناصر. فلقيته ما علقش عليه. يعني ايه؟ لا ده انا علقت اكتر من مره. اللي ما علقش عليها وكان في مصريين قاعدين ويساريين وكده. والحقيقه انا رايي ان تحديد ايجارات المساكن دي كان غلطه كبيره جدا وهي ضد قوانين الاسلام وحصل. لا انا علقت يعني اكتر من مره. طيب ربما هو يا استاذ محمود الشيخ عصام علق اكتر من مره ونوضح ده لحضرتك دلوقتي، وانا بشكرك على متابعتك الجيده لفضيله الشيخ عصام تليمه لان هو شخص لازم يتابع بحرص وبدقه شديده جدا. شيخ عصام انت كنت في برنامج مصر وكان له مساله في المواليد، فبيقول في الاخر ان هو ملاحظته ان البنت هتاخد اقل من النص. لا هو يقصد لما تتوزع التركه. ايوه
لا ما هو في نقطه استاذ محمود، استاذ محمود في المواريث لازم تعرف نقطه، في فرق بين انك بتقول الانصبه ايه ايوه ولما بتيجي بقى تفرد التركه ايه. ايوه فانت لما بتحسب بتقول لها كده التركه تبقى اكتر من واحد صحيح. اه فانت بتروح حسبه رياضيه. أيوة. يعني فمش عايز افصل مساله رياضه وحسابات، فلا خلاص المساله دي من كذا وتعول الى كذا، يعني هتبقى نخليها كذا تمام، بحيث بيوصل بيها الرقم صحيح، بحيث لما يتقسم على الكل يبقى فعلا سيد بنتي دي خدت نص التركه بالظبط. ايوه وده يعني انا يا شيخ عصام ما اخدش جزء من الايه اللي هو للذكر مثل حظ الانثيين وخلاص. لا لا لا، المساله لازم افهم بقى التوزيع. لا المساله اللي قصدها دي تحديدا يقصد ان احنا لما تتوزع البنت لها النص تمام، الزوج له الربع، الابوين كل واحد فيهم السدس. هو قال ان ابوها وامها كل واحد له السدس والزوج له الربع والبنت ليها النص تمام. اقول لك ان ياخدوا اكتر من نص. ايوه ان البنت هتاخد اكتر من نص. لا هو مش هياخد من اقل من نص، بيقول بيقول اقل مش اكتر، ولا الاكتر اقل. قالوا البنت اقل من النص. لا يعني السدسين هنا لما تحسب الربع المساله لو ست اسداس ايوه تمام، ست اسداس يبقى تلتهم كام؟ سدسين. ماشي تمام. انا شاطر جدا في الرياضه بصراحه طيب الواحد على ست. لا انا شاطر بالعكس. لا طب انا انت خليتني ركنت عليك دلوقتي. لا ماشي، فهو في نقطه انت بتقول ان انصبه بتقول الاب سدس الام سدس تمام والزوج ربع والبنت نص تمام، ده الكلام دلوقتي النظري. ايوه بتيجي تطبقها بقى حسابات، بتقول سايب قد ايه فلوس، سايب كذا سايب كذا، فبتقول المبلغ ده عشان يدينا واحد صحيح كده بقى واحد وكسر. ايوه فبنضطر نعمله ايه؟ نعمله بالحساب المعين بحزب معينه ان المساله من كذا وتعود الى كذا، عشان لما يجي يرجع الحزب يبقى كله خد سدس فعلا القيمه دي وده خد النص بالظبط. هي مساله حسابيه مش بس في الحزبه دي، يعني في فرق بين التقدير الانصبه وبين التوزيع الحقيقي. ايوه تقدير الانصبه وما تقول اليه. نعم في اثناء طب تمام. هو كان بيسموه باب الرد والعول. أيوة. في المواريث لو راجعوا للاخ محمود هيعرفها كويس. طيب هو بيقول كان في كمان لقاء لحضرتك برضو وكنت بتتكلم عن ايجارات المساكن ايام عبد الناصر ومع لا مش انا هم اللي كلموا يعني كانوا بيتكلموا حضرتك كان بيتكلم اعتقد الاستاذ محمد منير والاستاذ جمال الجمل والاستاذ سامي عزوز كنا في حلقه مع بعض في الشرق، فربما جت سيره الايجارات القديمه ده اللي انا يعني اتذكره. معلش اللي ما كانش دور التعليق في الموضوع. أيوة. جت عرضا اتنين موقفي واضح لما بتسال في البرنامج، لما يقول لك انا ساكن ايجار قديم واعمل ايه وعايز خلاف، اقول له لا ده حرام اصلا لان الايجار بالاساس صغير وقليل وظالم الناس وظالمها تمام. فلا انا ضد هذا، ضد معنى بالكامل، ضد ما فيه اجحاف بين المستاجر والمالك كده. يا استاذ محمود الشيخ عصام رد عليك في النقط، هو علق على فيما ذكرت انه لم يعلق مع انه علق كثيرا على هذا الموضوع كما تفضل الشيخ عصام. معنا مين يا جماعه؟ استاذ قطب من ايطاليا، برحب بك يا استاذ قطب. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك الموضوع المواريث ده أيوه. يعني حسابيا كده عامل للاجيال الجديده لخبطه. ايوه ليه احنا ما بنحتكمش للقانون ان الواحده زي الراجل زي بقيه دول العالم؟ ده فين القانون ده؟ 90% من دول العالم. استنى بس يا استاذ قطب، الواحده بترد زي الراجل يا استاذ قطب، فين ال 90% من العالم؟ بس فرصه اكمل. طب لا ما هو انت نقف الاول عند الكلمه اللي انت قلتها وبعد كده سيبك تكمل. انت بتقول 90% من دول العالم المراه زي الرجل، احنا عايزين فين 90% من دول العالم دول المراه فيهم زي الرجل؟ طب خلي الصوت معايا يا صوت، خليك معايا انا، معلش سيبك من استحمد دلوقتي. انا اديني لحظه لو سمحت. ما انا هديك والله اللي انت عايزه. حاضر انا هخلي الست زي الراجل، ايه رايك؟ انا موافق معاك دلوقتي نظريا، هريحك والله هريحك. حاضر اتفضل. عايز الست تاخد زي الراجل خلاص. حلو قوي. عندنا النهارده زوجه ماتت سابت ابوها وامها وزوجها وبنت، نقسمها زي التركه دي كله زي بعض، ايه رايك؟ يلا قسمها لي. ممكن اكمل الفكره؟ ما هو الفكره عشان عايز اطبقها. ما انا معاك في الفكره والله، خليك على عيني وعلى راس. لا طبقها لي بقى. اديني لحظه واحده. طب اديني لحظه. اتفضل 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 يا استاذ قطب، قول كلامك لحد الاخر وهنرد احنا في الاخر. اتفضل. لو مشينا بالعمليه الدينيه زي ما احنا ماشيين، في النهايه لو مشيت تماما كله هيبقى مساوي زي بعضه.
خدت النص فالأسرة ديت هتاخد من هنا ودي هتاخد من هنا. الموضوع كله ايه؟ في النهاية الواحدة الست هتاخد برضه زي الرجل. ديت مش المشكلة في كده. المشكلة في اللخبطة اللي حاصلة في المجتمع. في لخبطة. أيوه، إيه مصدرها؟ يعني مصدرها إن الشيخ في كل أسرة على حدة، واحدة مش عارف جثة مات قبل إيه، والتانية أبوها مات قد إيه، وفي النهاية المحصلة خلاص ما يموتش بقى عشان ما نتلخبطش. طب ما هو المحصلة يا أستاذنا الكريم، خليك معايا لحظة بعد إذنك يا فندم. يا فندم والست مظلومة. أيوة ماشي يا عم، معايا إن الحريم مظلوم في كل أنحاء مصر ولا مش عايز؟ تمام مام تمام، أنا معاك مظلومة، بس عايز أسأل سؤال واحد بس. النهاردة يعني أنا راجل بحب الإيه؟ عايز العدل. أيوة ماشي يا عم، هقول لك على حاجة هريحك، أديك مسألة تانية بس هريحك. مشيت بالعملية الإسلامية هيحصل فيها العدل يا فندم، اصبر عليا. لو مشيت بالقانون الواحدة زي الراجل. طب اصبر عليا هريحك بس العدل. أنت عايز تقول اللي عندك ما تسمعش يا صد، لو سمحت. مش هقول لك، هجيب لك تركة ما فيهاش ولا راجل. الرجالة خدتهم شوطة. راجل مات وسايب أم وزوجة وبنت. نقسمها ازاي دي؟ يلا دومني زي بعض، هتساويهم ببعض؟ اتفضل. بصراحة أنا مش شيخ ومش عايز أمشي. طب خلاص ما أنت الشيخ، بس أنا الشيخ أتكلم. ما بفهمش في العمليات دي. طب ما أنت مش عارف، أنت طيب أنت حضرتك جاي تقترح. أنا قلت لك يعني بلاها الرجالة اللي بيظلموا، يولعوا بجاز الرجالة ماتوا، خلصوا جميعا بقى الستات أهو. أدي النهاردة زوج أم وزوجة وبنت. الزوجة القانون بيديها النص طبيعي. ندي البنت الاخرى النص. طب والام الغلبانه مش دي مرأة هتتظلم؟ نعمل فيها ايه؟ انا بطلب من سيادتك بس ان النتيجه النهائيه ان احنا مجتمع من ناحيه المواريث بلخبطه عمليا عشان بنخالف شرع ربنا، مش عشان بنتمسك بيه. انتوا يا شيوخ ما انتوش قادرين تطبقهم. لا بص يا استاذ، الحكام يا ريس والانظمه العلمانيه اللي جت ومحت الشريعه الرجل. هي اللي ظلمت. مشيها زي الرجل. منين يا استاذ قد؟ استاذ قد انا بشكرك شكرا جزيلا. الشيخ عصام يعني رد عليك بالشرف. حضرتك بقى تقعد تقول لي مشوها زي الرجل، وانا يعني انا مشيتها له. الشيخ عصام ما بيردش دلوقتي، انا بسال حضرتك سؤال. انا مشيتها له. هو احنا ينفع نيجي وقت الحيض نقول لك قوم انت باللي بتعمله المراه، ونقول للمراه قومي باللي بتعمله الراجل؟ لا، الشرع بتاعنا منظم كل حاجه، وديننا محترم جدا. سيبك انت من اعلام عبد الفتاح السيسي والراجل طالع يقول لك نبطل ايه المواريث ديت، نعطلها شويه ونشتغل بالقانون. قانون ايه؟ قانون ايه؟ ما القانون مودينا في 60,000 داهيه ومضيع حقوقنا وظالم الناس، والناس في المعتقلات والسجون ما حدش عارف ياخد حقه بسبب ام القانون اللي انت بتتكلم عنه. احنا بنتكلم في شرع ربنا اللي هو الكتاب والسنه، هو ده اللي هينظم لك حياتك وهينظم حياه كل الناس، ومش هيظلم المراه ابدا، لان اول من كرم المراه هو الدين الاسلامي. لما بيموت حد مسيحي بيتورثوا على ايه؟ ايوه على الشريعه المسيحيه. يعني زايد عندك اصلا المسيح ما زي ما اتكلمش بيها. ايوه طيب يا عم، يا اللي بيتكلموا قضايا المراه خلاص، ما تتكلم عن المراه اللي مطلقه اللي عايزه تطلع في الكنيسه ورافضه الكنيسه، مش ده اولى مثلا؟ يعني هو يعني شايف كل الناس بتورث؟ طيب بتكلم عن حقوق المراه، طب خلاص معاك في قضايا المراه. ايه رايك في المراه المغتصبه مثلا؟ ايه رايك في المراه اللاجئه؟ ايوه رايك في المراه المسجونه؟ رايك في المراه الارمله اللي جوزها اتقتل وخلوهم يمضوا على انه منتحر؟ منتحر ايوه. فين رايك في المراه دي؟ فين حقها؟ لا دول بقى مفيش مشكله فيهم. مش بكلم احنا على احنا مشكلتنا المواريث. لا هو استاذ خلاص نتكلم بوجه عام، نتكلم بوجه عام على الناس بتسال فيه دلوقتي وتتكلم فيه وقضيه المواريث. وانا قلت لهم سؤال، خلاص يا عم الرجاله فطسوا جميعا ورثوا من مواريث الستات اللي مع بعض. هتعمل ايه؟ القانون بيقول لك المرأة النص، خلص. طب والبنت هي والجدة يتسموا مع بعض أبو قسم؟ إزاي هتساوي البنت اللي لسه قدامها دنيا وحياة بالجدة اللي بتودع الحياة؟ لا طبعا مش منطق. ديننا جميل وديننا رائع وفي كل حاجة يا جماعة. أول ما تطلع بره إطار الدين والكتالوج بتاعك هتضيع والله. ناخد الأستاذ رشدي من الجزائر. طيب الخط قطع مع الأستاذ رشدي. طيب عندنا، انا كنت بحسبه بقول مثلا ان موضوع المواريث عامل لخبطه وحسابات وبتاع والكلام ده كله، بس أنا كنت عشان عالم العلم يعني. والله كنت لسه اقول له طب الشيخ عصام بقى بيطلع دلوقتي وبيشرح على السبوره في قصه المواريث، وكانت بدايه جميله جدا قلنا نكمل فيها عشان الناس تفهم. كنت فاكر كده ان في لخبطه في عدم الفهم، لكن ان في لخبطه ان احنا ما نحتكمش للشرع ونحتكم للقانون. يعني الشرع بيلخبطنا، القانون بيصحح علينا.
يعني. طيب ناخد استاذه هويده من القاهره. برحب بك يا استاذه هويده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. رويده. رويده اهلا بيك. اتفضلي. اكلم الشيخ عصام. سامعك الشيخ عصام على الهواء. اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ عصام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت كلمت حضرتك يا شيخ قبل العيد بكام يوم، كنت سالتك سؤال اني انا كنت صايمه بس صحيت على اذان الفجر. ايوه. طب بصي يا رويده يا استاذه رويده، هو الشيخ عصام قال في وقتها ان انت تاخدي اجابه السؤال دوت على الخاص، حتى جينا في حلقه بعد كده انت قفلت، حتى جينا في حلقه بعد كده والشيخ عصام قال كان في متصله اتصلت ولها سؤال وقلت لها ان الاجابه على الخاص ولم تتصل ولم تسال، حتى الشيخ عصام دور على الموضوع. فيا ريت تتواصلي مع الشيخ عصام لان في فتاوى بتتقال على العام وفتاوى لازم تتقال على الخاص، ده راي فضيله الشيخ عصام. بشكرك يا استاذه رويده، شكرا جزيلا. حد بيقول هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟ نعم يجوز. نعم. طيب ناخد معانا الاستاذ. يجيز. في راي يمنع لكن الراجح الجواز. طيب ناخد معانا الاستاذ علي من ليبيا. برحب بك يا استاذ علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. حياك الله الشيخ. حياك الله الشيخ. حياك حياكم الله. اتفضل. لا ردا على الاخ اللي من ايطاليا من شويه في دار العيب في الشريعه الاسلاميه، مشكله ان الشيخ لما طرح عليه الموضوع قال له انا مش شيخ. يعني رجع الموضوع برضه للشيخ. صحيح. لما قال له تحاكم بالقانون بتاعك قال له انا ماني شيخ. انا عندي طلب بس يا شيخ عصام لو سمحت. اتفضل يا استاذ علي. نتمنى منك حلقه ثانيه مخصصه نفس اللي عملتها مع الاستاذ محمد ناصر عشان موضوع المواريث الله واخذ ضجه بالذات. وانا بضم صوتي لصوتك يا استاذ علي والله، وعمال اقول له كانت حلقه كويسه وكمل في الموضوع مع استاذ محمد نصر حتى لو مره كل اسبوع. محتاجين حلقه والله. تمام. محتاجين حلقه والله يا شيخ اسلام وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ علي. حضرتك عندك سؤال ثاني ولا خلاص؟ طيب بشكرك يا استاذ علي. اهو استاذ علي كمان، الناس كلها عايزه كملوا في الموضوع ده، ربنا يجزيكم الخير لان فعلا موضوع المواريث ده بيقرق ناس كثيره جدا 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 وعامل لخبطه كبيره. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب حد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندما ينتهي اجل الانسان يسال الله ملك او يرسل الله ملك الموت ليقبض روحه، فماذا مع باقي الطير؟ هل هناك يقبض ملك يقبض ارواحه اذا كان يعني هذا يحدث مع الانسان؟ فهل الطير هناك ملك يقبض ارواحهم؟ يعني انا الله اعلم، لا علم لي باجابه السؤال بدقه يعني. نعم. انما يعني القران الامم امثالكم. ايوه. فكيف يموت؟ لا اعلم يعني. طيب لا اعلم نص على كيفيه وفاه الطير ان في. نعم. ملك لهم ولا لا؟ طيب القران قال عننا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. فاحنا معروف لنا ملائكه موت او ملك موت، اما غيرنا الله اعلم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد بيسال بيقول الزبادي وبعض الجبن يعني يصنعون من بيدخل فيهم دهن الخنزير، منفحة الخنزير. فهل حلال ان ناكل الزبادي والجبن؟ المنفحة مش الدهن. ماشي. يعني هو بيقول بيدخل فيهم جزء من الخنزير يعني. ما هو المنفحة اللي هو عارف بعض القطرات كده بتتحط على الحليب فتحاول يبقى جبنه. ايوه. الحليب اللي بتحاول لجبن بايه؟ في حاجه اسمها الانفحة لغة عربية او المنفحة باللغة المصرية يعرفها الناس بتوع الحليب والجبن. ايوه تمام. الاصل طبعا ان الانسان المسلم يستخدم انفحة الحيوان الطاهر. ايوه. اما اذا كان في بلاد اوروبية واستخدم انفحة الخنزير فاجازها العلماء لان الكمية اللي بتتحط منها قليلة جدا في كمية عدد من اللترات من الحليب، فبالاستهلاك تكون الغلبة الاكثر للطاهر الحلال، فلا حرج فيها اذا لم يكن هناك بديل. طيب عندنا سؤال اخر يا شيخ عصام بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو سمحت انا عايزه اسال، لو اتنين ما عندهمش اولاد وانا عارفه ان عند وفاه الزوج بتاخد الربع وعند وفاه الزوجه الزوج ياخذ النصف وان اخو الزوج بياخذوا الثلاث ارباع، لكن السؤال لو اخوات الزوج فيهم متوفي هل اولاده يرثوا؟ بعد تاني بتقول ارجو الرد اكرمك الله وارجو عدم ذكر. يعني تهتي منها يعني. انا هو فعلا السؤال طويل بس انا ممكن اروح حياتك تاني. بتقول لو سمحت عايز اسال، لو اتنين ما عندهمش اولاد وانا عارفه ان عند وفاه الزوج بتاخد الربع
وعند وفاة الزوجة الزوج يأخذ النصف، وإن إخوة الزوج بياخدوا الثلاث أرباع. لكن السؤال، لو إخوات الزوج فيهم متوفي هل أولاده يرثوا؟ إخوات الزوج؟ لو فيهم حد متوفي هل أولاده يرثوا؟ لا. لا يرث ال، بس إخوات الزوج لا يرثون إلا إذا كان عنده ولد. نعم. إذا عنده فرع وارث. أيوه. ما لو بنت بيرثوا. تمام. خلاص؟ لما العم اللي مات في حياة أخوه لا يرث. أيوه. تمام. ولاده يرثوا متى؟ إذا كانوا محتاجين من باب الوصية الواجبة. ده في القانون. تمام. ده بيلجأوا فيها للمحاكم، يعني فيها تفصيل ما يعني مش مقامه يعني. طيب سائل آخر يقول فتح حساب توفير ببنك معاملات إسلامية في مصر، هل هذا حلال أم حرام؟ حساب توفير لا. فيش. لا أعلم أن حساب توفير معناه بيبقى فيه فوائد ولا يجوز شرعا. بنك إسلامي معناه بيقول له الشغل ده شغال إزاي، استثمار ولا إيه شكله؟ لازم يوضح له ويرجع للرقابة الشرعية في هذا المكان. جزاكم الله خيرا. نروح للأستاذ محمود من القاهرة من مصر. برحب بك يا أستاذ محمود. أستاذ محمود هل تسمعني؟ تفضل يا أستاذ محمود أنت على الهواء. ألو. طيب ما احنا بقى نوطي التلفزيون. يا جماعه ده بصوا ده في كل القنوات بيقولوا الموضوع ده لدرجه التلفزيون والله. طب يلا بقى يلا يا استاذ محمود عشان تلحق تاخد اجابه السؤال بتاعتك. الو. يلا احنا معاك على الهواء وسامعينك، قول السؤال. بقول لحضرتك انا في ابن اخويا متوفي. ايوه. ابن اخويا متوفي وليه عندي 24000. ايوه. ووالدته مطلقه. هو المبلغ من زمان بس ليه اسباب ان هو اتاخر عندي يعني. ليه اسباب. أيوه. ابن اخوك يعني استاذ محمود، ابن اخوك متوفي وله عندك 24000 صح؟ ايوه ايوه. وبعدين دلوقتي يعني والدته مطلقه يعني الفلوس دي تروح عايز اوزعها، اوزعها ازاي؟ طيب حضرتك سمعت السؤال خلاص. هو ابن اخوه متوفي وعنده له 24000، بعد كده بيقول عايز يوزع الفلوس دي، يوزعها ازاي لان والدته تقريبا مطلقه. فليكن مطلقه. ماشي. الام حتى المطلقه بتهرس، ملهاش علاقه انها يعني افترض ان الميت مات وابوه وامه منفصلين. ايوه. الاب بيورس والام بتهرس. سمعت يا استاذ محمود؟ ملهاش علاقه بتهرس. نصيب على حسب النصيب. هل في ورثه تانيين؟ نعم. في ورثه تانيين غير الام؟ الام معاها 2 بنات وولد تاني مطلقه ومعاها 2 بنات. اخوات ابن اخوك ده الميت مظبوط؟ اخوات اشقاء. اخوه خلاص دي تركه. كان متجوز 2. الدين ده محمود تركه. خلف من التاني. الدين ده تركه بتقسم بين الورثه بما امر الشرع. تمام كده يا استاذ محمود؟ ماشي ان شاء الله. نعم. تمام كده ولا في استفسار اخر؟ لا لا ما فيش استفسار تاني. هو بس لل 24000 يعني يتورثوا ازاي؟ ده اللي انا عايز افهمه. طيب طيب حاضر حاضر يا استاذ محمود. هو عايز يعرف بس يوزع ال 24000 ازاي يا شيخ عصام؟ ينفع دلوقتي ولا؟ ابن اخوه ده قبل ما يموت كان متجوز. هو بيقول لك كان متزوج وبعدين تزوج واحده ثانيه وخلف من الثانيه، فالثانيه دي عندها 2 بنات وولد. الميت ابن مين؟ ابن اخوه من الست دي اللي عندها الاولاد. ايوه. الثانيه ما خلفتش ومش ابنها. اصل دي مالهاش ورث، ده خلاص دي مالهاش، دي مرات اب. ايوه. سواء كانت اولا الولد اللي مات نفسه اللي صاحب الدين اتجوز وعنده اولاد، لان ده يفرق في ميراث الام. خلاص. وعند ساب اخوات له بنين وبنات، فاذا الاسم كالتالي. ومعانا لسه على الخط. انت معانا اهو معانا اسمح لي يا شيخ عصام. ايوه معاك. ابن اخوك قبل ما يموت كان متجوز او مخلف؟ لا ما اتجوزش. لا ما اتجوزش. 16 سنة. عنده امه واخواته بنين وبنات مظبوط؟ ايوه مظبوط. تمام. يبقى الام بتاخد هنا التلت واخواته بيت الاخوه بياخدوا للذكر مثل حظ الانثيين. يعني اخواته اللي هم من ابوه من ام من واحده ثانيه يورثوا فيه. ازاي من واحده ثانيه يا فندم؟ لا اخواته منين؟ انت كده لخبطتنا. اخواته من الاب. لا خلاص يبقى انت ما تهتمش بانك انت توزعها ازاي. وديها للام والورثه وجمعهم اللي المجلس الحاسب اداهم حق الارث، وده المبلغ اهو.
امضوا لي على ورقه انتوا سلمتوا الدين ودي تركه تتقسم بينهم بعض واطلع انت فكك منها ما تعرفش تلاقي التفاصيل. ماشي انا عايز برضو يعني برضو دي حمله عليا وانا عايز اخلص منه. لا يعني بس ما هو يعني يتجمع تسدده وخلاص ما انت اسمعني يتقسم ازاي بقى ده اصحاب التركه هم اللي بيبحثوا عن الاسم ازاي. بشكرك يعني يا استاذ محمود شكرا جزيلا. هي كده اجابه الشيخ عصام واضحه وسهله جدا. حضرتك دلوقتي عندك 24000 شايل حملهم وحمل عليك دول دين في رقبتك هتعمل ايه؟ هتاخد ال 24000 دول هتسلمهم للورثه والمجلس الحزبي هو اللي عليه بقى الدور تقسيم ال 24000 على الورثه. انت مسؤوليتك بتنتهي عند تسليمك هذا المبلغ وانك تخليهم يوقعوا لك او ينضم وهم استلموا المبلغ اللي هو كان دين عليك وبكده يكون دورك انتهى. بشكرك يا استاذ محمود شكرا جزيلا. طيب حد بيقول استاذن حضرتك يا شيخ عصام ان مندوب البنك افادني في فرع المعاملات الاسلاميه بان الحساب بعائد متغير. اخد مين معانا يا جماعه؟ طيب استاذ محمود لسه عنده توضيح معلش اعتذر بس للسؤال ده. اتفضل يا استاذ محمود لو عندك توضيح اتفضل. لو سمحت حضرتك الفلوس دي كانت امانه واحد كان معطيهم لي ان انا اديهم لامه امانه قال لي دي امانه عندك ان انت تدي الفلوس دي لامه. دلوقتي الاب عايز منها والاخوات التانيين عايزين منها ودي امانه عندي امانه عندي ان انا اودي الفلوس دي للام. يا فندم يا استاذ محمود امانه اللي كان عنده الامانه دي كانت دين ولا نوع ايه؟ نعم الامانه اللي عند صاحبها اللي سابها ابن اخوك قبل ما يموت كان دين ولا كان ايه؟ لا دي اخويا كان ميت ابن اخويا ده كان ميت في حادثه والناس اللي هم السبب في الحادث الفلوس ديت ادوها لي وقالوا لي اديها لامه دي امانه. لا حضرتك الفلوس دي الفلوس ده دي بقى لها فتره على اساس ليها اسباب يعني تاخيرها عندي ليها اسباب بس الفلوس ديت لما انا اخذتها قال لي ديت امانه تديها لامه. لا ليس من شأنه ولا من شأن يا استاذ محمود هو ادى الاب فلوس ده فلوس هو ادى الاب فلوس يا فندم اسمعني دي فلوس عشان ده قتل خطأ ده دية. ايوه تمام الدية لا تسلم للام لوحدها فدية مسلمة الى اهله اهل الورث مين اللي يورثه فاهمني هو ده المقصود. معاك يا شيخ انا معاك ده تتوزع ان انت حضرتك بتقول لي دلوقتي ان هي تتوزع ايه بشرع ربنا. نعم ماشي بس دية اعمال الراجل اللي اداني الفلوس دي انا مش ما يحكمش يا فندم ما يحكمش اللي بيت الخطا ما يحكمش يدي الفلوس لمين الشرع اللي بيحدد فدية مسلمه الى اهله مش الى امه مش انا اللي بحدد فهمني حتى لو الراجل قال له اديها لامه مش له حق مين اللي اديها لامه واللي بيخبط واحد وبيموت وبيوصي مش بحقه يوصي لان لا وصيه لوارث ايوه لا وصيه لوارث ده ارث اصبحت تركه دلوقتي التركه ما يتحكم الميت ما يحكمش فيها انما دي امانه من ابو اللي بيسبب في الحادثة قال لي ديت يعطيها لامه ماشي اديها لامه عشان توزعها بس الراجل اللي خبطهم يعني ابوه قال له اديها لامه يا استاذ محمود الراجل اللي خبط قال اديها لامه ما اديها لامه اللي ما اعرفش غيرها ايوه اديها لامه ده يا فندم اديها بتاعتكم اهي ليك ولاد وده ورث شرعي عشان تطلع من حرج انك انت ما تقعش في اسم شرعي تمام يبقى هو الاجابه زي ما هي ثابته يا استاذ محمود زي ما قال الشيخ عصام انت تروح ترد الفلوس دي اللي هي الديه دي وانت مالكش دعوه بتقسيمها خالص انت تردها والراجل قال لك اديها لامه هو ما يعرفش غير امه لكن القران بيقول الى اهله تمام جزاكم الله خيرا يا استاذ محمود. طيب معانا تليفون تاني يا جماعه. طيب لحد ما يجي التليفون ابو علي معانا. طيب معانا ابو علي من تركمستان اهلا بيك يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. سؤالي كالتالي انا مقيم في جمهوريه تركمانستان وعايش في بيت ام الزوجه. في بيت ام الزوجه. نعم. فعملت ترميم للشقه كامل. نعم. والزوجه عندها اخت. ايوه. في حاله وفاه حماتي طال عمرها كيف حتتم التركه؟ يعني انا صرفت فلوس كثير على الشقه. طيب يا استاذ ابو علي. هسألك السؤال اللي الشيخ عصام هيسأله لي أول ما أسأله السؤال ده، حضرتك وأنت بتصرف الفلوس دي كنت بتعملها عشان صدقة يعني هدية وبتساعد ولا كنت بتعملها وأنت عارف إن الفلوس دي هتضمن لك جزء من البيت في حالة وفاة الحماة أطال الله في عمرها وبركة في عمرها؟ صحيح عملتها كهدية صحيح. خلاص. كهدية. طيب.
خلاص يبقى الشيخ عصام يدينا حالنا اهو، لك الاجر عند الله عز وجل، وهذه هديه، والهديه لا يرجع فيها للانسان المسلم. يعني في حاله وفاه بتصير للقسمه، انتهى، تصير ملك يعني للورثه اللي هيرثوا ياخذوا فيها حقوقهم بالشرع اللي قاله ربنا. جزاكم الله خير. وجزاك فضل. طيب جزاكم الله خيرا يا استاذ ابو علي. هو شفت يعني انا سالت السؤال قبل حضرتك تسالوني، انك بتزنقني دايما. خلاص بيت شيخ. لا لا شيخ ايه، انا بس بفهم الاسئله عشان ما اوقعش نفسي انا، ما تزنقش انا. لسه حضرتك سبحان الله كنت بتقول لي كده في اول الحلقه، بتقول لي يبقى الناس بتعمل كذا وبعدين بيجي يفتكر بعد. بس هو الراجل ده ما شاء الله عليه يعني، شكله جزاه الله خيرا يعني، صريح يعني في كلامه كده وطيب، ربنا يا رب يخلف عليه بالخير يعني. احنا وقتنا خلص يا جماعه، ولا ممكن اسال سؤال؟ عندنا سؤال واحد بس، الحكم اذا تزوج شخص واكتشف. لا انت قلت سؤال وما جاوبناهوش. لا انا ضاع مني في البث المباشر للاسف، عشان بس صح موضوع والله مني مش عارف اجيب. ما الحكم اذا تزوج شخص واكتشف بعد الزواج ان الفتاه مريضه مرض مزمن، فما حكم هذا الزواج؟ اخفى عليه اهلها؟ لم يوضح. لا هذا لا يوضح اذا كان اخفى عليه ولا بلغوه. أيوه. اخفى عليه معناه ده اذا كان من الاشياء المؤثره على الزواج معناه اخفى، وده تدليس وكذب لا يجوز شرعا. طب واذا كان يعرف خلاص يبقى لم يخفوا يعني عنه الامر، يبقى قبل خلاص. أيوه. ليس له اي حق، ما يجيش يقعد بقى يتكلم خلاص دلوقتي. انت ما بلغتك، قلت لك بنتنا مريضه وكانت على عيني وعلى راسي، تمام ربنا يشفيها، وانا سددت في كده خلاص. ايوه انا بشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ عصام تليمه، نورتنا النهارده في يستفتونك. مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا في حلقه النهارده من يستفتونك، الى ان القاكم في قادم المواعيد، دمتم في امان الله.